مشاهدينا، وللحديث عن وعود حكومة السودان بالنهوض بواقع العراق الاقتصادي في وقت ترتفع فيه نسب الفقر والبطالة في البلاد، معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح الله. والسلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، حياكم الله. بداية، لماذا تراجع السوداني عن تصريحاته السابقة التي قال فيها بضرورة ترفع قيمة صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية، بل وتأكيده أن هذا الموضوع هو من صلاحيات البنك المركزي، أصلا المتهم بشبهات وعمليات فساد كبيرة؟ لا شك حكومة السوداني حاليا ما زالت هي تحت الاختبار في القواعد الاعتيادية لتشكيل أي حكومة بالعالم، أن يعطوها مدة زمنية معينة. ولكن تعود شعبنا العراقي أن يسمع وعودا كثيرة منذ 2003 ولغاية الآن، وهذه أمامنا 6 حكومات مضت تعاملت مع مطالب الشعب العراقي بالوعود والتنصل في ظرف ما أن يحصل، أو العمل على تراكم الأزمات وتحميل من سبقهم. حالياً السوداني في تصريحاته قبل تشكيل الحكومة وقبل التكليف نلاحظ أنه كان يريد أن يوضح للشارع العراقي أنه يأتي ببرنامج مخالف للوزراء والحكومات السابقة التي سبقته وحملت العراق نتيجة لسياساتها الغير وطنية بالأحرى وغير صحيحة، حملت الشعب العراقي والعراق أزمات خانقة، منها الفقر كما ذكرتم والبطالة، وأزمات خانقة كثيرة جدا، ومنها سوء الخدمات بكل اتجاهاتها بدءا من التعليم والصحة والبلديات وغير ذلك. ولكن حاول أن يدغدغ مشاعر الشارع من خلال التصريحات ما قبل التكليف. طيب دكتور، لذلك دكتور، هنا إلى أي مدى يعكس هذا التراجع في القرار أو في الوعود مدى ارتجالية القرار الاقتصادي في العراق؟ يعني هل يمتلك السوداني فعلا خطة عمل للنهوض بالواقع الاقتصادي المتردي في البلاد؟ لو كان يمتلك برنامجا حقيقيا لطرحه قبل التكليف، وكان في اعتقادي سيتم تأييد له كبير جدا في الشارع لو كان فعلا حقيقة يمتلك برنامجا في الجانب الاقتصادي أو غيره من الجوانب المختلفة، وخاصة الجانب الأمني. يعني أنت إن لم تكن تمتلك بيئة حقيقية للإصلاح ممثلة بأن أولا أن السلاح المنتشر والسلاح في يد أناس يمارسون كثيرا من عمليات الضغوط المختلفة، وهذا يدركه السيد السوداني، ولكن لغاية الآن لم يتحدث بهذا الاتجاه، وهو الجوهر الأساس الذي يطمئن عمليات تطوير وإصلاح في جميع مرافق الدولة، هو أن يشعر الوزير والموظف والشارع والمعلم والطبيب وغيره بالأمان والطمأنينة كي يستطيع أن يقدم. ولذلك نلاحظ الضغوط التي تمارس على السوداني ستتضح قريبا، ومنها مسألة تراجعه عن عملية استعادة تقييم الدينار العراقي وقيمته أزاء العملات الصعبة. طيب، هنا بالبقاء في شخصية السوداني تحديدا، هل تعتقد أنه أمام تاريخ السوداني وخبرته القليلة نسبيا، يعني هل لديه الفرصة بتغيير الواقع الاقتصادي، أم ربما يصطدم بالفساد والمحاصصة الحزبية والطائفية ومرجعيته السياسية أيضا؟ بالتأكيد هناك حواجز أمام السوداني كبيرة وعميقة حقيقة. يعني لا ننسى منذ 2003 ولغاية انتهاء حكومة الكاظمي، الدولة العميقة تتحكم بمصدر القرار بشكل بنسبة كبيرة جدا. ولذلك نلاحظ أن على السوداني
إذا أراد أن يستقل بالقرار بعيدا عن الضغوط والتأثيرات، في اعتقادي عليه أن يمارس ممارسات سريعة وبقرارات. من المفترض أولا أن القانون يعمل، وكذلك أيضا المحكمة الاتحادية تعمل على دعمه، وهذا غير موجود لأن القانون مسيس. جانب آخر، مجلس النواب، المشرع والرقيب، من المفترض أن يعمل على مساعدته بشكل كبير جدا إذا كانت النوايا لإصلاح البلد في كل الجوانب، ليس فقط في الجانب الاقتصادي، الجانب الأمني والسياسي. طيب. والثقافي والاجتماعي وغيره. طيب، هنا أيضا دكتور، ألا تعتقد أنه رهن الاقتصاد العراقي حصرا من الخارج هو من أهم أسباب تراجع الاقتصاد بالفترة الأخيرة؟ هل يمكن أن تسمح إيران للسوداني بدعم الصناعة والتجارة والزراعة في البلاد لأجل تعويض الفجوة الكبيرة التي يعيشها المواطن العراقي واتسعت فيها نسب الفقر والبطالة في العراق خصوصا بالمحافظات الجنوبية اليوم؟ حقيقة الاقتصاد العراقي مرهون بأنه أصبح بلداً ريعياً. نعم. وهذا أخطر ما يواجه الدول التي تمتلك ثروات مثل النفط، ولاحظ تمتلك إمكانيات لإنتاج صناعي وزراعي وخدمي في العراق، ولكن القوى البشرية لم تعطى فرصتها كي تثبت بأنها قادرة على استعادة تطوير الصناعة أو تطوير الزراعة. نعم. ولكن نلاحظ أن هناك تراجع كبير جدا. أما أن إيران في الظرف الحالي تسمح أو لا تسمح، في اعتقادي هذا هو الجوهر الأساس لاختبار حكومة السوداني في استقلالية القرار بكل الاتجاهات. فنلاحظ أن إيران حاليا تعيش حالة من الارتباك والفوضى في الشارع الإيراني. نعم. من المفترض على إيران إذا كانوا يمتلكون سياسة حقيقية في دعم سيادة العراق، عليهم أن يعطوا فرصة كبيرة للحكومة الجديدة أن تنفذ برنامجا حقيقيا لإرضاء الشارع العراقي، لأن الشارع العراقي إذا هب في الظرف الحالي واستمرت حكومة المحاصصة والتوافق بنفس النهج السابق للحكومات السابقة، سيؤدي ذلك إلى إمكانية تظاهر وفوضى الشارع العراقي بشكل لا. كبير جدا. قد تكون هناك ضغوط كبيرة تمارس ليس فقط على حكومة إيران وإنما على المنطقة بشكل أو بآخر. طيب. قد يؤدي ذلك إلى انفلاتات نعم. أمنية دكتور كبيرة. دكتور، عفوا، في دقيقة أو أقل دقيقة بالتطرق إلى مزاد العملة، هل يستطيع السوداني الوقوف بوجه استنزاف النقد الأجنبي من البلاد من قبل المصارف التابعة للأحزاب؟ هذا الجانب صعب جدا أن يتخذه في الظرف الحالي. نعم. وإنما هو بدأ أولا بداية أنا أعتبرها بداية جيدة في عملية استبعاد عدد كبير من الموظفين أو بالأحرى الضباط الذي أصدر بهم أمرا في عملية إقالتهم إلى التحقيق في عمليات تهريب النفط أو تهريب مواد ومركبات كثيرة وثروات من العراق. نعم. لاحظ هذا الجانب قد يعطيه الإمكانية إذا تعاون كل من القضاء وكذلك أيضا مجلس النواب معه، يتمكن من وقف عملية مزاد العملة، ولكن قد تكون بأسلوب آخر. ولذلك نلاحظ العراق استنزف بأموال كبيرة جدا في مسألة تبييض الأموال، في مسألة شراء العملة من البنك المركزي العراقي. نشكركم الشكر الجزيل من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو، شكرا لوجودكم معنا.